تتحدث عن موضوع مهم عندما تلاحظ بخيلك أكو طروحات قيحية اللي هي من الأنف من المنخرين صفراء ثخينة هذه بشكل مزمن، فأنت تعطيك هاي إشارة لفحص الجيوب في الخيل. فإذا فحص الجيوب بالخيل نجي نفحص، كيف نفحص الخيول؟ نفحص الجيوب في الخيل، هذه هي جيوب جيبين وهنا جيبين ونطرق عليها بالطرق. نسمع صوت مثل صوت الطبل، مثل صوت الطبل. اوكي، شكرا.